قامت محافظ البحيرة جاكلين عازر برفقة رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني بجولة ميدانية موسعة في أسواق المحافظة لمتابعة تنفيذ تخفيضات الأسعار. شملت الجولة تفقد المخابز والسلاسل التجارية للتحقق من التزامها بالأسعار المعلنة وضبط المخالفات. احنا بنحاول من خلال سواء العربيات المتنقله او المنافذ اللي خاصه بالعديد من الجهات ان يبقى متاح فيها مجموعه من السلع باسعار تنافسيه تعمل على ضغط الاسعار اللي موجوده في الاسواق، ويمكن ده اللي احنا وجهنا بيه للساده المواطنين اللي كانوا بيشتكوا من اسعار بعض السلع. ولكن على الجانب الاخر كمان المحافظه وجهاز حمايه المستهلك وباقي الاجهزه الرقابيه اللي موجوده في المحافظه باختلاف قطاعاتها مستمره في الحملات اللي موجوده على الاسواق لضبط الاسعار ومحاوله التعامل مع شكاوى المواطنين. أول بأول هناك استجابة لبعض السلع في النزول والأسعار بدأت يعني تنزل عن الفترة السابقة، لكن وهناك بعض السلع لاستجابة الانخفاض مش هي المأمولة ولا هي المتوقعة. فإحنا بالفريق الموجود والعدد الحملات الموجودة بتبحث ده وتشوف أسبابه، هل إنه الأسعار دي ما انخفضتش ليه،